زي ما نعمل فيه. فوت فيه الامر الى الله، فوت فيه الامر الى الله طاهر بن شادي، زي ما حطم الدنيا كلها ودمر بنتي كانت بعتها لي مش يكتفي من ايديها ورجليها ويقتلها بالطوبه ولا بالحجره البلوكي، لا شفقه ولا دين ولا اسلام ولا رحمه، ويغلى عينيه ويمردخها جلي ويقتلها ويسيبها من الساعة 8 تتصفف دمه لحد الساعة 3 العصر. طب كان جبهني احنا كنا عايزينها ما كناش عايزين نبيعوها، هي لولا عياله ما كناش موديينها، لولا هي اللي بست ايدينا ورجليني عشان عيالها ما كانتش رايحة. ده رايحة بتقول لها حماتة ده انت قليلة الكرامة، هو حد راح جابك؟ حماتة بتقول لها انت جاية قليلة الكرامة، هو حد جابك؟ اللي هي راح تربي عيال ابنها مسكوها كتفوها في المزرعة وقتلوها وحطوها في قط الحمير لوحديه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. جالسة اللي عمل فيها كده ليه ما قالهاش انا مش عايزة؟ ليه ما قالهاش انا مش عايزة؟ ما كرشاش ليه؟ ما كرشاش ليه؟ حبيسها في الوضع عشان ما حدش يحوش عنها، حبيسها عشان ما حدش يشوفها ويحوش عنها. ما رحمهاش، قتلها من غير رحمة، ما شافكش عليه. ارحمني يا احمد، ما افتكر لها الساعة حلوة، ما افتكرش عشرة 11 سنة، 11 سنة ما افتكرش عشرة 11 سنة يوم حلو معاها. هانت عليك عملت كده ليه يا احمد؟ حرمنا منها شربنا نارها بعد عشرة 11 سنة، شربنا نار كوانا عليه راحت عشان تربي عياله وتعمل أسرة معاه وتحافظ على بيته. معاها عمر ومحمد وشادي ثلاث صبيان، وكانت حامل في الرابع اداها على سجطه عشان عندها عملية عشان ما تعملش العملية اللي عندها. ايوه سجطه عبلة ماتت مرتين، مرة لما جيت لابنها بطنيه واتسممت وكانت هتموت، اتسممت من العلاج اللي اداهولها كانت هتموت. وكلنا قلنا ملهاش مرواح، قالت عيالي اروح عشان اخدم عيالي، انا مش سبب مش عايز منها عيال، عايز سقطها عشان ما يعملهاش عملية ببطني. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا طالبة حق عبلة، حق عبلة منك يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. اول ما بيصحى يقتلها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ضحكوا على بنتي وغشوها وعملوا لها كمين وقال لها ابنك عيان وفي المستشفى. لما راحت عشان تشوف ابنه قال لها زي ما جيت رحت لاهلك لوحدك تيجي لوحدي، فعلا راحت لوحدي عشان تربي العيال وتشوف الواد الصغير. وبعد ما راحت يمسكوها يا اختي يقتلوها، يقتلوها يكملوا يعملوا لها رصيد، يعملوها يا اختي كمان ويقتلوها، يعملوها يا اختي كمان. مش منها للورا، ما تنش من عبلة للورا. قالت اروح لعمامي يروحوني لعيالي، روح في عيالي عايز اربي عيالي يا صغيره يا فولي يا اللي مالكش عمر يا عبلة. شفتها اخر مره في الثلاجه، طالعه من الثلاجه من قبل ما تتوفى، بعد ما غضبت ما شفناهاش اخر مره. كانت غضبانه، رنوا عليها قالوا لها ابنك الصغير تعبان في المستشفى تعالي له، طلعت له من غير ما رنوا عليها قالوا لها ابنك في المستشفى صغير عنده مكروب ويموت. قالت اروح لعيالي، عيالها هيموتوا وما بعيد عني. راحت لعيالها قتلوها، حماتها تأمرت عليها قتلت حماتها، قالت لها تعالي نحلبه في المزرعه، سابتها هناك لابنها قتلها. اتأمرت عليه حماتها قالت لي هناخدوا عيالنا هناخدوا العيال والعيال يما هيتنوا في الدار لوحدهم، قالت لها هناخدوا العيال. خدت الولد والعيال سابت هناك عبلة، راحت خدت عبلة كتفي كتف ايديها ورجليها، خدتها وراح بها المزرعة كتف ايديها ورجليها وربطها من ايدها ورجليها ومسكها بالبلوك تاني يضربها في جنبها في جنب دماغي. لما سقط عظمة دماغها في دماغي وخلاها جاب الدم من عينيه ومن مناخيرها ومن ودانه، وعينها ده هي انقلعت، العين الشمال ده انقلعت، ومسك ده وكده ومردغه طين ووحلي وجلي وحنكها ده وهي بتعمل في الارضيه من والروح بتطلع منها اتملت جلي منفيش للحميه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم،
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انت اخر مره شفتيها؟ حسبنا الله انا ما شفتهاش من 14 يوم، واتصلت باخته. ايوه واتصلت باخته سوسو عشان خاطر توريني واسمع حسيه، اسمع حسها طمن قلبي وبرد ناري. قالت لي ده انا ما اعرفش اوديك اليها، وما رضوش يخلوني اكلمها. اتاريهم هما متفقين مع بعض يقتلوا بنتي، ومش عايزين يوصلوني لطريقها ولا اعرف عنها حاجه، عشان ما تقوليش ده بيضربوني ولا بيعملوا فيا يما. مسكوها لا شفقه ولا دين ولا رحمه، مسكوها لا تقوى ولا ايمان. انا مش عايزه الا شرع الله، وما بطلبش الا بحكم الله، وعايزه انا عايزه القصاص وبس. انا عايزه القصاص، انا عايزه الامه العربيه تترقب بحالي. انا ماليش الا امي، انا ماليش الا امي. حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان روحها ترتاح. احنا عايزين القصاص، احنا عايزين يتعدم عشان روحها ترتاح. ايه. هي مش هترتاح غير لما هو يتعدم. يا فولي احنا ما خدناش، ما خدناش عزا لك يا فولي، ما عملناش عزا. عزانا بعد ما القصاص يحكم عليه بالاعدام، عايزين ينعدي، احنا عايزين العداله. ما خدناش عزا لاختنا، ما خدناش عزا لاختنا حبيبتني. ما بيقولش ليه بقى 11 سنه عايشه في نار؟ نار بقى 11 سنه عايشه في نار ومتبهدله. احنا عايزين حقها وعايزينها ترتاح. احنا عايزينه يتعذب الاول قبل ما يتعدي. يا رب احنا عايزين حقها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. احنا ما خدناش عزا اختنا، ما خدناش عزا اختني، عزا اللي مالهاش عمر، مالهاش عمر. كده ليه دين عامل فيها كده ليه من غير سبب؟ احنا عايزين القصاص. وتربي عيالها؟ عايزين القصاص. عيل عنده سنه ونص، عايزين القصاص. ليه البهدله دي؟ 11 سنه عذاب يا فولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم المصير، ربنا يتقب منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عايز العداله، انا عايز العداله بكل حاجه. انا اللي كان قلبي حزان، كان انا اللي كان قلبي حزان، ما كنتش عاوزها تروح. وتحيلت عليه، وتحيلت عليه. شايفه في منام الله انما عروسه ياما وبتزا، والعزبه كلها بتزفني ياما، وماليش عريس في ريحي. هي والله وهي مروحه ادعي لي ياما، انا ماشيه ياما وفي رعيت ربنا، وانت تدعي لي ياما. انا شايفه نفسي عروسه وبتزف من غير عريس ياما. اتاريهم قتلوها، قتلوها وطلعت فعلا من غير عريس، وما كانش حد بيزفها الا عزبتها. هم اللي جابوها من شباب زفة لحد هنا، وهي متقطعه، هي متقطعه ومضروبه، ومسكوها يا اختي لا شفقه ولا رحمه ولا دين ولا اسلام. قتلوها يا اختي، وما دوروش عليا ولا حد هنا، ماليش الا امي. ما دوروش عليا وانا ماليش الا امي يا اختي. قتلوها وقدموها وكتفوها وضربوها وحنوها. حسبنا الله ونعم الوكيل. حماتها تأمرت عليها مع ابنها، قالت لها تعالي حبيبي يا عمي، راحت معاها. قلبي حازم، ما كنتش راضي عن مروح. قلت لها يا بنتي ما كنتش عايزها تروح خالص. اول مره من نار مراحي ان قلبي غضب على الناس دي، وكنتش عايزه تيجي اشوفهم ولا اتعامل معاهم تاني. وقلت لي قلت لها عيشي معايا، واني هعيشك من رقبتي. قالت لي يابا انا عايز اربي عيالي زي ما ربيت عيالك. انا عايز اربي عيالي، عايز خاطر بربي عيالي باخر يوم في عمري، مش عايز اسيبهم. كنت بقول ارميهم، سيبيهم يا بنتي، هتجيك عايزه تتجوزي هيجيبك اللي احسن مني. علشان عايزه تربي عيالك هيجيلك اللي احسن مني. عنده سنه ونص ليا يدي مترمى في الشارع. انا ما كنتش عايزه تروح اطلاقا، ما كانش قلبي جايبني خلص ان هي تروح. انا عايز من الناس المحترمه، من الناس اللي كويسه اللي في البلد. احنا القضاء بتاعنا قضاء محترم، الناس كلها محترمه، الناس الكبيره اللي في البلد، الناس اللي ما رضاش الظلم، اللي ضد الظلم ياخدوا حق عبله، ياخدوا حق عبله. انا خدوا حق عبله، احنا عندنا ناس محترمه، القانون بتاعنا الناس محترمه، الناس بتشكر في القانون بتاعنا، بتشكر في الناس المسؤوله. انا اطلب من الناس المسؤوله كلها ياخدوا حق عبله. عبلة زي ما يتعمل فيها يتعمل فيها، يرد لأهله جثة همدانة زي بنتي ما ردت لي جثة همدانة. الشرع كان يطول لمين يعمل كده؟ كان يسيبها. ده طلبت منه، قالت له سيبني انا اربي عيالي، قاعدين في اوضه بالزريبه انا وعيالي اربيهم.
اربي لك عياله. ما فيش عنده رحمه ولدي، ما فيش عنده رحمه ولدي. حاجه ما بشرتش عليا في الدنيا بحالها، اول مره في حياتي، اول مره في حياتي في الدنيا. ايوه اعمل فيها كتير. ده عنده عيال، عنده ابنه الصغير، الناس بتتمنى ضفره. كفايه شكله الواد اللي كانت مسعوره، اللي كانت مسعوره علشانه، اللي كانت عيانه ما حضرتش فرح اختيه عشان خاطر ابنها قاعده بيه في المستشفى، قاعده بيه في المستشفى. جات اخته قالت له ابنك اللي كان عيان بيموت. لما انصعرت ومشت بقت تلم عمامها عليا واتصلوا بيا يجيبوني من الغيط في المجيال الحر وانا قاعد عن الاراضي. وجيت قالت له تعالي هتحطوها لك عشان اروحني، عشان يروحني. وحبت على ايدي وقلت لها يا بنت انت مش هتطولي، انت مش هتطولي. قلت لها والله انت مش هتطولي يا عبلي. قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم المصير. ربنا يتجب منه، ربنا يتجب منه يا رب. ربنا يسلمك. زي ما حضراتكم شفتوا عبلة جوزها ضربها وضربها وموتها، ودول كانوا أهلها. شكرا لكم على المتابعة، وكنت معاكم ندى أحمد من كفر الشيخ.